يعني هم طبعا قد المهمه، وكلنا عندنا ثقه فيهم انهم هيقدروا النهارده يحققوا انجاز يتضاف لسجلات النادي الاهلي باذن الله. نروح بقى لتاني خبر معانا النهارده، وهو تاهل نادي الهلال السعودي لنهائي كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه بعد فوزه امبارح المثير مع فلامينجو البرازيلي، والمباراه اللي انتهت بنتيجه 3-2 للزعيم الاسيوي. وعشان يكتبوا بنفسهم أو لنفسهم والكرة الأسيوية إنجاز عالمي جديد، خصوصا وأنهم دلوقتي أكثر الأندية الأسيوية تسجيل الأهداف في المونديال بإجمالي 14 هدف. ألف مبروك للأشقاء السعوديين ومشجعي نادي الهلال، وبنقول لهم إن إحنا إن شاء الله جاي لكم بكرة، جاي لكم النهاردة، استنونا إن شاء الله بإذن الله.